صباح النور، صباح الخير. كيف هما التلاميذ الحلوين؟ هل ظهرت الصفحة أمامكم؟ فقط مراجعة لبعض القاعدات التي شرحتها الأسبوع الماضي. نفتح الكاميرا جميعا. نفتح الكاميرا جميعا. تسمعوني؟ نفتح الكاميرا. بدأنا في الأسبوع الماضي بشرح قاعدات الفعل المضارع المنصوب، وماذا قلنا؟ قلنا بأن الفعل المضارع في أغلب الأحيان يكون معربا ويكون مبنيا فقط في حالتين، إذا اتصلت به نون النسبة أو نون التوكيد. طبعا لماذا سمي الفعل المضارع بهذا المعرب بهذا الاسم؟ لأن حركة آخره تتغير عندما ندخل عليه حرف نفي مثل لام أو لان. يعني الفعل المضارع هو الفعل الذي يصدق بحرف نصب أو بحرف جزم، أو عندما تتغير حركة آخره عندما يصدق بحرف نصب أو بحرف جزم أو طبعا بحرف نفي. أما الفعل المضارع المبني قلنا بأنه يكون مبنيا لأن حركة آخره لا تتغير بين الإثبات والنفي، حتى أنا لو أدخلت حرف الجزم لام لا تتغير حركة آخره، وإذا أدخلت حرف النصب أيضا لن لا تتغير. لم ولن هي أدوات تسمى أدوات نفي، يذهبنا لم يذهبنا لن يذهبنا، لا تتغير حركة آخر الفعل، فإذا الفعل المضارع هنا مبني. كلنا نفتح الكاميرا. تحدثنا عن أحرف النصب الأصلية. نعم يا أسماء، ما هي أحرف النصب الأصلية؟ أن لم إذن كي. أن لن وإذن مع نون كي، هذه أحرف نصب أصلية تنصب الفعل المضارع بعدها بشكل مباشر. وتحدثنا عن علامات نصب الفعل المضارع. الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر وسبق بحرف نصب، نعم يا ماي، ما هي علامة نصبه؟ كلنا نفتح الكاميرا. كلياتكم النت عندكم، نعم يا ماي، كلياتكم عندكم النت ضعيف؟ لم أسمع. أوكي، افتحوا الكاميرات. نعم يا ماي، الفعل المضارع صحيح الآخر إذا سبق بحرف نصب تكون علامة نصبه ماذا؟ إذا كان صحيح الفتحة الظاهرة.
طيب الفتحة الظاهرة على آخر، إذا الفعل المضارع كان صحيح الآخر لا ينتهي بحرف فعل لا سبق بحرف نصب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. فعل المضارع المعتل الآخر الذي ينتهي بواو أو ياء أو حتى ألف مكسور عفوا واو أو ياء وسبق بحرف نصب، ما هي علامة نصبه؟ نعم يا أسماء، الفعل المضارع المعتل الآخر الذي ينتهي بواو أو ياء ما هي علامة نصبه إذا سبق ب حرف نصب؟ علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة على آخرها. يدنو لن يدنو، يحكي لن يحكي. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر تحديدا الذي ينتهي بواو أو ياء سبق بحرف نصب تظهر فتحة على آخر نظرا لخفتها، وتكون علامة نصبه فتحة الظاهرة على آخر نظرا لخفتها. أما إذا كان معتل الآخر ينتهي بألف مكسورة أو ألف طويلة، ما هي علامة نصبه يا شهد؟ الفتحة المقدرة، تكون علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المكسورة أو الألف الطويلة للتعذر. لا أستطيع أن أقول مثلا ينسى لن ينسى، ما بقدر أقول الفتحة هنا مقدرة مختبئة، ما بقدر أقول لن يسعى، ما بقدر أقول لن يحيا. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر ينقسم إلى قسمين، إذا كان معتل الآخر ينتهي بواو أو ياء علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر نظرا لخفتها، فإذا كان معتل الآخر ينتهي بألف مكسورة أو ألف طويلة علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. واضح لغاية الآن؟ نعم. طيب نعم. إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، وقلنا بأن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. الأفعال الخمسة إذا سبقت بحرف نصب ما هي علامة نصبها؟ نعم، الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يتمارى، الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة وسبق بحرف نصب تكون علامة نصبه ماذا؟ تمارى؟ تكون علامة نصبه ماذا؟ حذف النون. عم بتقلك حذف النون. حذف النون، كيف سمعتوها أنتو؟ تكون علامة نصب الفعل المضارع الذي هو من أفعال الخمسة حذف النون إذا سبق بأي حرف نصب أن أو لن أو إذن أو كي. بدأنا الأسبوع الماضي بالحديث عن أحرف النصب الأصلية التي تستخدم دائما والتي تنصب الفعل المضارع بعدها بشكل مباشر، تحدثنا عن أن ولن وإذن وكي، قلنا بأن إذن هي حرف نصب وجواب وجزاء واستقبال، هي بتكون جواب لجملة سابقة، يعني عندما مثلا أقول أنت تدرسين جيدا إذن تنجحي، إذن في عندي إذن تنجحي هذه الجملة هي جواب للجملة الأولى. كي حرف تعليل ونصب ومصدر واستقبال، دع الحاكم والسكان كي يتداولوا في الأمر، هي عادة بتكون على جواب لماذا، يعني لماذا تذهب إلى المدرسة، أنا أسأل أي تلميذ فيقول أذهب إلى المدرسة كي أتعلم. كي هي عبارة عن حرف تعليل تفسير وأيضا نصب مصدر واستقبال، لأن كي مع الفعل الذي بعدها تجلس مكان اسم آخر سوف نتحدث بالتفصيل، وقد تأتي متصلة بلام فتسمى لام كي. أحيانا فيني أقول لكي أذهب إلى المدرسة لكي أتعلم، آكل كي أكبر. واضح؟ واضح لغاية الآن؟ كلنا نفتح الكاميرا لأنه بدي بلش طلع على برا. في تلميذ ما عم تلتزم ما عم تسمع، الكل يفتح الكاميرا. وبتعرفوني أنا المرة الماضية أنا كيف طلعت، مين اللي قال لي أنه في عنده مشكلة بالنات؟ أوكي شاهد، شاهد عنده مشكلة بالنات ما تفتح، والبقايا كله يفتح الكاميرا. نفتح الكاميرا.
بس انا عندي مشكلة اذا بفتح الكاميرا ما عادش بقاش على الشاشة هلا هي المشكلة عندك من زمان وما عم تعرف تخلص. يعني أنا بعرف إنه تلميذ مرة بيكون عنده النت ضعيف، مرة بيكون في عنده مشكلة، بس على طول في النت ضعيف وعلى طول في مشكلة. طيب بس لأن هذا بعيد عن الإنترنت. أوكي، ريم صارت معنا. أوكي يلا. فإذا يا هذه أدوات النصب الأصلية التي تنصب الفعل المضارع بشكل مباشر. هذه أحرف النصب الأصلية تنصب الفعل المضارع بشكل مباشر دون واسطة، يعني منا أحرف، ما في عندي شيء حرف مضمر بين حرف النصب والمضارع المنصوب. تنصب الفعل المضارع بشكل مباشر. يعني مثلا أنا حأعطيكم مثال أدوات النصب الأصلية وكيف عندي أدوات النصب الفرعية. أدوات النصب الأصلية تشبه الطريق الرئيسية في أي مدينة أو أي قرية. يعني مثلا إذا أنا بدي أحكي عن شحيم، الطريق الرئيسية، الطريق الرئيسية يعني الطريق الأصلية اللي كل الناس بتمرق فيها. يعني مثلا لنفترض أنت كنت في بيروت بدك تطلع على شحيم، بدك تمرق بوين؟ انت كنت في بيروت بدك تطلع على شحيم، تمرق بأي طريق؟ مين عنده جواب؟ نعم يا شهد، انت رافع ايدك. نعم يا سيرين. سعديات، بدك تمرقي إيه؟ إذا كنت ببيروت في طريق السعديات، وفي عندك طريق اللي هي الوادي، وبعدين بدك تطلعي بتسيري بكتر مايا، بعد كتر مايا بتسيري وين؟ بفريسين، وبعد فريسين بتسيري وين؟ بأول شحيم. هيدي الطريق شو بنسميها؟ هيدي الطريق رئيسية أصلية. أصلية أنت بدك تمرقي فيها لتوصلي على شحيم. الطريق الأصلية هي الطريق اللي دايما أنت بتمرقي فيها، ولكن شو الطريق الفرعية؟ شو يعني طريق فرعية؟ يعني بدل عن الطريق الرئيسي. الطريق الفرعية هي الطريق اللي انت بقلب الاحياء، اللي مش كل الناس بتمرق فيها. انت اذا بيتك بهيدا الحي بتمرقي فيه، واذا بيتك مش بهيدا الحي ما بتمرقي فيها، صح؟ الطريق الفرعية هي الطريق اللي بين الحي، بين الاحياء، مش الطريق الاساسية اللي بتوصلني على المنطقة. فاذا انا عندي احرف نصب اصلية تشبه الطريق الاصلية، وأدوات نصب، أدوات نصب أصلية تشبه الطريق الرئيسية الأصلية، وفي عندي أدوات نصب فرعية اللي مش دايما تستخدم. كيف أنت عندك الطريق الفرعية ما دايما تستخدميها؟ طيب أنا عندي أدوات النصب الفرعية لام التعليل التي هي حرف نصب ينصب بأن مضمرة. ينصب شو؟ أن مضمرة يعني أن مختبئة، يفيد العلة. لام التعليل تشبه كي، لام التعليل يعني بنسميها لام التعليل ايضا ولام التفسير. لام التعليل، لام التفسير يعني كمان كاني عم بطرح السؤال بلماذا استأنف زحفه ليحتل المدينه. لماذا استأنف زحفه؟ هذه اللام اسمها لام التعليل او لام التفسير، وهي نتيجه جواب على سؤال بلماذا. لماذا تذهب الى المدرسه؟ فيقول لي اذهب الى المدرسه لاتعلم، فيقول لي كي أتعلم، بيقدر يقول لي كي أتعلم. فإذا لام التعليل هي تشبه كي، ولكن لام التعليل هي لام التفسير، حرف نصب فرعي ينصب بأن مضمرة مختبئة. كيف يعني؟ يعني هي أصل جملة لأن يحتل المدينة. استأنف زحفه هي أصل هيك، أصل لي أن يحتل. في عندي أن مضمرة يعني أن غير ظاهرة، غير أن غير ظاهرة مختبئة، حذفت أن صار عندي لي. فإذا ليحتل لام التعليل أو لام التفسير حرف نصب فرعي ينصب الفعل المضارع بعضه بأن مضمرة مختبئة، ولام التعليل هي نفسها لام التفسير، وهي جواب على سؤال ب لماذا. يعني مثلا لما بطرح على جميل بقول له لجميل لماذا تدرس جيدا يا جميل؟ نعم
عم بنطرح عليك سؤال، جاوبني، لماذا تدرس جيدا؟ جاوبني، أدرس جيدا؟ أدرس جيدا لكي أنجح. لكي أنجح، وفيني أقول كي أنجح، وفيني أقول لي أنجح، ثلاثة صح. بس بالأولى عندي كي حرف نصب أصلي، وعندي لكي فيني دخل اللام وهي بدل كي حرف نصب أصلي. فيني أقول لي أنجح لام التعليل أو لام التفسير التي هي حرف نصب فرع ينصب بأن مضمرة. واضح؟ واضح لغاية الآن؟ واضح؟ حدا عنده سؤال؟ لا. في عندي ضمن الأدوات النصب الفرعية لام الجحود، لام يعني شو أدوات فرعية تنصب بأن مضمرة؟ حطوا هيدي الملاحظة، تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة. شو يعني أن مضمرة؟ يعني مختبئة، مني ظاهرة، مني شايفتها. أدوات النصب الفرعية حطوا سهم صغير على القاعدة الموجودة في الكتاب. صفحة 191، 191 موجودة القاعدة. حطوا سهم، ضيفوا تنصب الفرعية، تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة يعني أن مختبئة غير ظاهرة. لام الجحود التي هي حرف نصب يؤكد معنى النفي بما كان أو لم يكن، دائما بتكون مسبوكة ما كان ولم يكن. ما كنت لأكذب عليك لولا كنت أخاف من شيء ما مثلا. ما كنت لأزورك لولا اشتياقي إليك. فإذا أنا عندي لام الجحود هي دائما تسبق بما كان أو لم يكن، في عندي تتضمن معنى دائما بيكون مسبوق بما النافية مع كان. ما كنت، ما كان الرجل ليلجأ. اللام هنا هي لام الجحود، هي أصلها لأن يلجأ. هيدي الملاحظات اللي أنا عم بكتبها أنتوا اكتبوها، هي أصلها لأن يلجأ، يوجد أن لكنها مضمرة، أنا حذفتها، أنا حذفتها، هذه أن غير موجودة فقلت ليلجأ، ولكن هي أصلها لأن يلجأ. وانتبهوا، أحرف النصب أو أدوات النصب الفرعية تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة، والفعل المضارع بعدها منصوب، يعني له نفس علامات الفعل المضارع المنصوب. يعني إذا كان صحيح الآخر علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إذا كان معتل الآخر ينتهي بواو أو ياء علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نظرا لخفتها، إذا كان معتل الآخر ينتهي بألف مكسورة أو ألف طويلة علامة نصبه فتحة المقدرة على الألف للتعذر، إذا كان من الأفعال الخمسة علامة نصبه حرف النون. واضح لغاية الآن؟ نعم. ضمن أحرف النصب أدوات النصب الفرعية في عندي حتى، حرف نصب ينصب بأن مضمرة يعني مختبئة، يفيد معنى انتهاء الغاية، ينتظر التاجر حتى تعود إليه محفظته. هي أصلها حتى، حطوا هذه الملاحظة، حتى أن تعود، يوجد أن مضمرة، اكتبوها أنتوا بين قوسين لحتى تعرفوا أنه في عندي أن هنا مضمرة غير ظاهرة مختبئة. حتى أيضا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة، حتى أن تعود، تعود فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، ما بقول بأن فعل مضارع منصوب بحتى، بس أنا بأحرف النصب الأصلية بقول فعل مضارع منصوب بأن، فعل مضارع منصوب بلن، فعل مضارع منصوب بكي، فعل مضارع منصوب بإذا. لاحظنا الفرق؟ عندي فاء السببية تنصب بأن مضمرة وجوبا، ويكون ما قبلها سببا لما بعدها، ويتضمن معنى الطلب أو النفي أو الاستفهام. ألا تعلمون أهل المدينة فيسارعوا إلى مساعدتهم، يعني هي بتكون عندي أنا ما قبلها هو سبب لما بعدها، فأن يسارعون هيك أصلا.
هيدي نكتبها ملاحظة. طب أنا كيف بدي أعرف إنه أنتوا عم تكتبوا حضاراتكم؟ كيف بدي أعرف إنه أنتوا عم تكتبوا يا حلوين؟ أنا أصلاً مش عاجبكم يعني أنتوا ما تسمعوا الكلمة، أنا دايماً بحكي عنكم إنكم مهذبين وشاطرين ومجتهدين وعندكم شعور بالمسؤولية وبتحبوني، شكلكم ما بتحبوني صح؟ شو يا ماي؟ قاسم؟ تمارا؟ بنحبك والله. أنا فتحة مسجلكم. اللي مسكر الكاميرا بيكون ما بيحبني. صح يا محمد جزار؟ فيك تطلع شوي للقاعدة الفوقة؟ نعم؟ فيك تطلعي شوي لفوق؟ يلا بس في بين الجنان بدي اكتبها. بس خليني اخذ الحضور. خليني اسجل عندي مين مش فاتح الكاميرا؟ عشان الإدارة بتسألني دايما. وين عايدة اختفيت؟ بس هيانة. وينها؟ عيود كيفي؟ ليه منيحة مسكيتي على الخصة يا قلبي؟ اليوم كان اليوم كان زوم بده أبديت لأك تأخرت. يلا طيب، في حدا كان عم بيقول لي إني أطلع بالقاعدة لفوق، فإذا تحدثنا أحرف أدوات النصب الفرعية تنصب بأن مضمنة مختبئة، لا من التعليل لا من الجحود، هيدي التفاصيل اللي أنا عم ضيفها أنتوا ضيفوها، يعني حتى أن تعود فأن يسارع، فإذا هون أن غير موجودة، مضمرة محذوفة، يسارع الفعل مضارع هو أصلا من الأفعال الخمسة، ما هي علامة نصبه؟ إذا أنا بدي أعرف يسارع فيسارع، كيف بعرف يسارع؟ هذا الدرس أي صفحة؟ صفحة 191. صفحة 191. نعم يا سيرين. يسارع نعم. سيرين فعل مضارع، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من العلامات الخمسة. بدك تقولي منصوب، منصوب بماذا؟ منصوب بفاء السببية أو بأن مضمرة بعد فاء السببية؟ فاء سببية؟ لا مش بفاء السببية، هي أصلا فأن يسارع يوجد أن لم يكن مختبئة، ما بتقدري تقولي فعل مضارع منصوب بفاء السببية. الفاء السببية لا تنصب الفعل المضارع بشكل مباشر، في عندي أن مختبئة، أن مضمرة بعد فاء السببية وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون لأنه من ال حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة طبعا. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نكتب الإعراب نضيفه على القاعدة، وجماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل، والألف لماذا؟ فإذا نضيف الإعراب يسارع هذا الإعراب نضيفه في القاعدة أو على القاعدة، كتبنا الإعراب 591 القاعدة رفيق
حبيبي بعد 25 دقيقة صرت معنا، ليه التأخير يا رفيق؟ كنت قاعد مع أستاذ علي والكمبيوتر عم بيقول لي join with computer audio. قاعد اقبص قاعد اقبص اقبص على الكبس ما كانت تقبص، عم بالاخير طلعت رجعت عملت لك join. رفيق ركز معي، انا سجلت تبع على موقع المدرسه اوكي. تابع معنا صفحه 191 في عنا القاعده ادوات النصب الفرعيه، نضيف اعراب يسارع فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد فاء السببيه. علينا ان ننتبه احرف النصب الفرعيه تنصب الفعل المضارع بان مختبئه ان مضمره، ما فيني اقول فعل مضارع منصوب بفاء السببيه، فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد فاء السببيه، واضح؟ شو عم بتقلي يا رفيق؟ ما فهمت عليك، شو صار؟ ثاني حصة؟ رفيق؟ ثاني حصة أنا كنا عم فوت على حصتك قام لقيت عم لقيتك مش فاتحة عم فتت عم عندي إياكم. اليوم التمام. والله شيء حلو يا أستاذ رفيق، شيء حلو، شيء حلو والله. قصة السنة بعدك عم تعرف البرنامج، شيء حلو. ركز يا رفيق على البرنامج وامشي عليه. ايه. واضح؟ نعم. قوموا إلى مساعدتي فننهض معكم. أيضا فاء السببية ننهض فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، نفس الفكرة فيساعد. أنا في عندي طلب يشمل الأمر النهي التحضيض العرض والتمني والترجي والاستفهام. هو عم بيقول لك إنه في عندي طلب تضمن معنى الطلب أو النفي أو الاستفهام الجملة التي تتضمن فاء السببية مع المضارع المنصوب، واضح؟ هل هناك أسئلة؟ تحدثنا على علامات نصب الفعل المضارع. طبعاً هذه القاعدة موجودة في الكتاب. هذه الصفحة موجودة في الكتاب نصب الفعل المضارع، كلنا فتحنا على هذه الصفحة. الصفحة الأولى صفحة 189، هذه الصفحة الثانية، والقاعدة موجودة هنا. هذه القاعدة للحفظ. طبعاً التلاميذ اللي ما معهم الكتاب حأبعث لهم القاعدة على الإي سكول. مين كمان غير رفيق؟ ريم؟ ريم وعايدة؟ حابعتها لكل القاعدة، اوكي؟ مع هذه التفاصيل اللي اضفناها. هذه القاعدة للحفظ. مش أي صفحة؟ منذ قليل، حدا عنده سؤال؟ سمع صوت أنا. لا. حدا عم يسألني سؤال؟ جهد قالت أي صفحة؟ صفحة 191. مية وواحد وتسعين، مية واثنان وتسعين. القاعدة طبعا هذه القاعدة شرحتها منذ قليل. هل هناك أسئلة؟ لا. صفحة 193 الترسيمة. الترسيمة مهمة جدا، من خلالها نستطيع أن نحفظ القاعدة. طبعا نصب الفعل المضارع ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأداة نصب، طبعا على اليمين أصلية. عايدة ركزي،
أصلية أم لن وإذا وكي. في العمود الثاني في الجزء الثاني فرعية لام التعليل لام الجحود حتى وفاء السببية. علامات نصب الفعل المضارع طبعا الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو الياء. طبعا إذا كان صحيح الآخر علامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، وإذا كان معتل الآخر ينتهي بواو أو ياء علامة نصبه الفتحة الظاهرة نظرا لخفتها. حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر إذا انتهى بألف مكسورة أو ألف طويلة لن نبقى مكسوفي الأيدي. واضح الخط عندكم؟ نعم. أي كلمة مش واضحة أنتوا هلأ بتضبطوها؟ الأعراب نموذج الأعراب مش واضح كتير. طيب لن يبذل جارنا لن يبدل جارنا المسكن إذا تتراءى له الذكريات. خلينا نضبطها. لم حرف نصب ونفي واستقبال. نزيد ينصب الفعل المضارع كلياتنا. نموذج الإعراب صفحة 194. لم نزيد على لم حرف نصب ونفي واستقبال ينصب الفعل المضارع. الكلمة الثانية يبدل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طبعا على آخره. جارنا فاعل للفعل يبدل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. نال جماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل جر بالإضافة. انتوا عندكم على الكتاب مش واضحة كتير صح؟ نعم يا إبراهيم 194. نعم بسمعك منيح. نحن بنكتب الكلمات بتصور هون الصورة شوي واضحة عليك. احكيني احكيني المسكن مفعول به الفعل يبدله. إذا لاحظنا أيضاً المفعول به بدي يكون مفعول به الفعل بدي أذكر لأي فعل منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. إذن حرف نصب وجواب واستقبال نضيف عليه ينصب الفعل المضارع. تتراءى فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف طبعاً المكسورة للتعذر. له اللام حرف جر يجر ما بعده. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر. ذكريات فاعل للفعل تتراءى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اوكي عم بيقول لي ابراهيم انه على الكتاب مش مبين شيء. أنا حأبعث لكم الإعراب على الإيسكول. هذه الصفحة حأبعث لكم إياها على الإيسكول. الآن التقييم. املأ الفراغ بحرف النصب المناسب وغير ما يلزم. علينا أن نضع مكان الفراغ حرف النصب المناسب ولا ننسى أحرف النصب الأصلية هي. نعم يا ماريا ما هي أحرف النصب الأصلية؟ ماريا
نعم ماريا. نعم أن لن إذن وكي. أن لن وإذن وكي أحرف نصب أصلية تنصب الفعل المضارع بشكل مباشر. علينا أن ننتبه إذن بالنون، إذن بدون نون مع ألف وتنوين هي حرف استنتاج وليست حرف نصب. علينا أن نميز بين الحرفين. إذن مع نون هي حرف نصب تنصب الفعل المضارع. أتمنى ثلاث نقاط أعود. ما هو الحرف الذي أستطيع أن أضعه هنا يا عايدة؟ أتمنى أن أعود. أن أعود. ما هو التغيير الذي يطرأ على الفعل؟ حركة أخي أصبحت رفعة. شو؟ فتحة. فتحة. نكتب هذا السؤال على الدفتر. أتمنى أن أعود قريباً إلى المدرسة. ثلاث نقاط الفعل أرى. ما هو حرف النصب أو ما هي أداة النصب التي أستطيع أن أضعها مكان الفراغ؟ نعم يا قاسم. ممكن أستطيع أن أضع مكان الفراغ حرف نصب أصلي أو فرعي. يعني فين نحط لام التعليل، لام الجحود، فاء السببية حتى. نعم يا قاسم. قاسم لي أرى. لي أرى. لي أرى رفاقي. هون شو عندي أنا؟ شو عندي؟ ماذا نسمي اللام هنا؟ ماذا نسمي اللام هنا يا قاسم؟ صوتك عم بيقطف. ماذا نسمي اللام هنا؟ أتمنى أن أعود قريبا إلى المدرسة لأرى رفاقي. ماذا نسمي هذه اللام؟ نعم يا ريم، ماذا نسمي اللام هنا؟ لام التعليل. لام التعليل التي هي، هل هي حرف من أحرف النصب الأصلية أو حرف من أحرف النصب الفرعية؟ من أحرف النصب الفرعية. الفرعية التي تنصب بأن مضمر، يعني أصل الفعل لأن أرى، يوجد أن مضمرة مختبئة محذوفة. طيب أرى معتل الآخر ينتهي بألف مكسورة. لم يطرأ أي تغيير عليه. ما هي علامة نصب الفعل المضارع أرى هنا؟ أرى فعل مضارع معتل الآخر. نعم يا شاهد، ينتهي بألف مكسورة. ما هي علامة نصبه؟ الفتحة المقدرة على الألف المكسورة للتعذر. فتحة المقدرة على الألف المكسورة للتعذر، لأنه يتعذر علي أن ألفظ الفتحة، ما بقدر أقول لي أرأى. واللي عم بيقول لي هيدا علامة نصبه الألف. الفعل المضارع المنصوب لا يعرب بالحرف. كيف يعني بدي أقول علامة نصبه الألف؟ يعني كأنه عندي فعل مضارع يعرب بالحرف. فعل المضارع المعتل الآخر الذي ينتهي بألف مكسورة أو ألف طويلة، علامة نصبه فتحة المقدرة على الألف للتعذر، لأنه يتعذر علي أن ألفظ الحركة، ما بقدر أقول لي أرأى. طيب ثلاث نقط. أنسى أبداً أجمل ذكريات قضيتها في بيتي ثاني. يلا رفيق، ما هو حرف النصب الذي بإمكانك أن تضعه مكان الفراغ؟ رفيق.